السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. دعا قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية حسن كرمي إلى مضاعفة عدد القوات تحسبا لمواجهة احتجاجات محتملة في 400 موقع من البلاد. وقال كرمي وهو ضابط سابق في الحرس الثوري برتبة عقيد إن مواجهة الاحتجاجات ستكون ضمن أجندة هذه المؤسسة العسكرية خلال العام الإيراني الجديد. ونقلت وكالة مهر الحكومية عن كرمي قوله إن رؤيتنا تشمل تغطية اضطرابات وتحركات محتمل الأعداء في 400 مدينة ومنطقة على الأقل. وأوضح أن القيام بعملية بهذا الحجم يحتاج إلى مضاعفة عدد القوات رغم أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية والأوروبية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد بثت تسجيلا وثائقيا عن تدخل وحدة نوب وتابعة للقوات الخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة بالتزامن مع احتفالات عيد النوروز. ووصف كرمي الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الأخيرة بالفتنة الفائقة قائلا: تغلبنا على الفتنة بعملية لبيك يا زينب ولم يتمكنوا من بلوغ أهدافهم. أوضح أن قواته تنظم عملياتها بالتناسب مع الجغرافيا والتهديدات، لافتا إلى أنها تملك المعدات اللازمة لأي نوع من العمليات. إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب. ينضم إلينا السيد طاهر أبو نضال الأحوازي القيادي بالجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. سيد أبو نضال، تحية لك. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، أهلا وسهلا. في أي إطار تقرأ هذا الاستنفار الأمني إن صح القول من قبل قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية؟ بالنسبة، سمحوا لي أولا أبارك لكم شهر رمضان مبارك عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام. بالنسبة لي كل عام وأنتم بخير. هذا الاستعدادات وهذه التصريحات طبعا نحن ننتظرها، وخاصة أنه الثورة بشكل عام مستمرة ونحن نشاهد كثير من المواقع، وخاصة شعب بلوشستان البطل حقيقة الذي أبلى بلاء حسنا بمواجهة إرهاب هذا النظام، وأيضا في كردستان والأحواز بغض النظر عن وسعها وكبرها. وقلنا سابقا نحن هذه الثورة لم تقف بشكل دائم ورسمي، خاصة أنه اكتسبت كثير من التجارب ليس فقط من الثورات والانتفاضات في الأحواز أو غيرها، ولكن حتى ثورة 79 عندما استمرت بشهور عدة حتى تمكنت تسقط نظام البهلوي. الآن هناك كثير من التحالفات حقيقة والتقارب بشات النظر حول مواقف حتى حركات التحرر في عموم جغرافية ما تسمى إيران، وحتى المعارضة هناك مؤتمرات، وهذا ما يخيف النظام. كل ما الشعوب اقتربت، كل ما الشعوب وحدت جهودها، أتصور النظام يتخوف توحيد الجهود داخل أراضي عموم جغرافية ما تسمى إيران لمواجهة إرهاب هذا النظام وهذه السلطة المتمردة حقيقة على أكثر من 80 مليون 90 مليون مواطن داخل جغرافية ما تسمى.